بعد الزلزال انا ما كنت اشتغل، يعني مشان شو؟ مشان البوليس حتى ما حدا يحكينا. 15 يوم 20 يوم يعني العالم تروح هناك، او شهر تروح هناك العالم، صارت العالم تلم مخرطه. جيت انا بدي لم، طلعت هيك في مضايقات من البوليس، سالنا ليش؟ قال مشان السرقات، مشان كذا، لحتى ما حدا يقرب، ما حدا يقرب على الحديد او يقرب على بيوت، عم يصير سرقات، عم يصير كذا. البوليس يعني ما انه ممنوع ممنوع، بس يعني مثل كاني ممنوع. انا زلمي عمري 55 سنه، يعني بشتغل على راحتي، يعني بشتغل شوي بقف شوي، بمشي يعني شيء 5 كيلومتر كل نهار، 6 كيلومتر بقلب المدينه، بدور بجيب ببيعون، يعني بطلع لي اخر النهار 60 70 80، بجيبهم على البيت. بس انا خيو ناقصني خبز بجيب، ناقصني سمن بجيب، ناقصني زيت بجيب. عم دور على بيت، رحت اشوف بيت تحت الارض 4 امتار، بده 1000 ليره، بده 1000 ليره، يعني اجار البيت بده 1000 ليره، تحت الارض 4 امتار. ريحه البيت بتقولي طرني، وريحته يعني انا ما نزلت لتحت، يعني كاني بدي موت، بدي اقتل. ساعت اللي نزلت على البيت وشفته، ما قدرت، يعني ما قدرت اوقف اكثر من 10 دقائق. كيف بدي اسكن فيه؟ قلت له يا اخي بدك اجاره 1000 ليره، وريحه البيت بطل قبيل، وبدك تتفنى بالحياه يعني، و1000 ليره يا والله ما بعرف. يعني دورنا كثير تحت الاربعه، 5 6 5 4 3، بيت البنزكين 5 6000 رقم. الحمام والله بالنسبه لي انا بربط حمام بالجامع. الحمام انا بالنسبه لي بربط حمام بالجامع. الاولاد والمراه بتروح تتحمم هون عند جماعه قرايبيننا، بيتهم راح نصه وتم نص، تم الحمام وغرفي عم بتحمموا فيها، بتدبروا حالهم فيها، والا البيت كمان رايح، بس عم مجبورين يعني نفوت عليه نتحمم فيه. والله انا بتمنى يعني بالاوضاع هذا الظروف يعني الله يفرج علينا ونرجع على بلادنا، نرجع على بلادنا، نبرك في سوريا يعني. معلش قد ما حبينا تركيا يعني بضل اهلها، الله يحميها ويحمي اهلها. انا جماعه يعني بدنا بلدنا، يعني بالاخير بالنهايه بدنا بلدنا، بدنا ارضنا، بدنا بيتنا، بدنا وطننا، يعني الوطن قتال يعني.